هناك شخصيات يلعبها الممثل حتى ولو كانت شريرة شوي، ولكن الناس تحبها. نحن نتكلم عن شخصية خالد في مسلسل يوتيرن اللي أداها كريم قاسم. أنا بأسرق، واللي مش عاجبه يشرب من البحر، ولو ما كفكش اشرب من المحيط. ردود الافعال اللي جات لي على شخصيه خالد لحد دلوقتي كلها ايجابيه، الحمد لله. الناس حابه الشخصيه ومتعاطفه معاها. دورك كان قبطان يتزوج سيده اكبر منه، ما خلاك هذا الموضوع تتردد شويه؟ شايف انها حاجه ايجابيه في الشخصيه. طيب اذا رجعنا للواقع مره ثانيه، هل معقول ان يرتبط بامراه اكبر منه؟ طبعا ممكن اعمل كده، وانا ارتبطت قبل كده مع ستات اكبر مني. انا مش شايف ان دي حاجه عيب ولا غلط، شايف اي حد في اي سن حقه يحب ويتحب ويخش في علاقة. أنا ما أقدرش أعيش من غيرك بعد الشر. أيوة كده، تصريح خطير. يعني بنشوفك معرس قريبا. نفسي جدا، قريب إن شاء الله، ناوي في الخمس سنين الجايين أعمل ده. طيب لين هذاك الوقت شو رايك تعرفنا عن مواصفات العروس؟ جوزيني يا بنت. أنا مش هغشش حد بعد كده عشان الناس بتيجي إيه تقرا المواصفات دي وتخش لي داخلة. أنا هم فتاة أحلامك. بهالمسلسل أيضا شفنا كيف خالد تورط بعملية قتل. في رأيك هل ممكن في الحقيقة أن يتورط الإنسان عن غير قصد في أمور ما تشبهه؟ أكيد تورطت في حياتي في حاجات، كلنا تورطنا في حياتي، بس طبعا مش للموضوع الدراما. يعني الواحد يتورط في أوقات رغم المشاهد المزعجة اللي شفناها في يوتيرن، ولكن أجواء الكواليس كانت عكس ذلك تماما. بصراحة كواليس المسلسل ده بالنسبة لي من ألطف الكواليس اللي أنا شفتها أو عشتها في رمضانات. يعني طبعا في ضغط شغل، بس فعلا فعلا مبسوطين وشغل مسلي، سواء مع بيهام أو مع أستاذ عبير أو مع أستاذ توفيق. في الوقت اللي قرينا فيه على السوشيال ميديا أخبار عن بعض المشاكل بين الممثلين لخبر اعتزال الممثل توفيق عبد الحميد، واللي طرح وقتها many questions، هكذا كانت ردة فعل كريم. خضيت لما سمعت خبر الاعتزال، بس في نفس الوقت أنا متفهم جدا جدا جدا. كان ليا الشرف إن أنا مثلت قصاده، عملنا كم مشهد، حبيبهم جدا. لكن كريم يقدر ويحترم قرار توفيق عبد الحميد. ظروف العمل، المجهود كبير جدا، إحنا حتى شبابنا بيروح في التصوير، فأنا متخيل قد هو محتاج يريح ومحتاج يشتغل عدد ساعات معينة، وده طبيعي. كل الممثلين بعد سن معين بيقدروا يدوا لحد مساحة معينة. يعني تقريبا كم ساعة عمل في اليوم ممكن تقوم بها يا كريم؟ 14 ساعة مينيمم في اليوم، في أيام 18، في أيام هنخش في 20 21 أو 2 يونت. يعني بتصوري بتخلصي، الناس تتروح، انت تكملي تروحي مع ناس تانية. كريم يتعب في عمله ولكنه يحبه جدا، إنما هذا الأمر لم يمنعنا من أن نسأله إذا يقدر يشوف نفسه غير ممثل. السؤال ده بيحيرني، بس مؤخرا لسه كنت بفكر، كان نفسي ابقى حكم كوره. بشوف كميه حكام ظالمين، فحس يا انا لو في الملعب هبقى فير اكتر من كده. انا برجي ميزان واحب العدل. احنا دائما متعودين من زهره الخليج ما ننهي مقابلاتنا قبل ما نسال ضيوفنا عن واتس نيكست. عامل فيلم اسمه ليلة غير عادية، وهو زي ما الاسم بيقول هو عن ليلة غير عادية بتحصل ما بين شخصيات كتير، أصدقاء وفي ناس بيتعرفوا على بعض. هو بطولتي أنا وهدى المفتي وطه الدسوقي وتاكا. موفق يا كريم وول ذا بيست. عرفوا أخباري كلها على زهرة الخليج.